في ذات السياق، أكد العقيد طارق المفلاس رئيس شعبة الموارد البشرية في الحرس الوطني، أكد أن شهداء مملكة البحرين هم فخر الوطن. هؤلاء الشهداء الأبطال سطروا أعظم التضحيات وخلدوا أسماءهم في وجدان أبناء البحرين بشجاعتهم وإقدامهم في الدفاع عن أوطانهم، وهم مفخرة هذا الوطن ودرعه في الحفاظ عن سيادته. ويأتي تخصيص هذا اليوم 17 من ديسمبر ليكون يوم وطني يحتفي بما قدموه من جزيل العطاء لهذا الوطن، وأنه لا أعظم تكريم أن يأتي هذا التخصيص من حضرة صاحب الجلالة حفظ الله ورعاه ليتزامن مع عيادنا الوطنية وعيد الجلوس لجلالة الملك المعظم. كما أن الصندوق الملكي لشهداء الواجب يعكس بالغ الرعاية الملكية السامية لأسر شهدائنا الأبطال وأبنائهم ليكون امتداد لمسيرة هؤلاء الأبطال، كما أنه يعبر عن الاهتمام الأبوي لصاحب الجلالة في أن يحظى أبناء الشهداء ببالغ الرعاية والاهتمام باعتبارهم أبناء لجلالته